يعوني في وليدي بنيتي، عيدين كدوا عليا بنيتي. هذه فين انا قالوا لي الدار رزوه الرمات وراح كيما تكذبش عليا صاحبي تاش من انا راه الشوا دابا وتقول لي ماشي. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة التشارك. منطقة التشارك اللي هي أيضا كتعد من النقاط السوداء بمدينة الدار البيضاء ومن الأماكن المهمشة بمدينة الدار البيضاء، واللي لطالما كنحاولوا أننا نوجهوا نداءنا للمسؤولين بهذه المناطق أنهم يوليوا هذه المناطق السوداء وهذه النقاط السوداء واحد الرعاية واحد الاهتمام. تنقولوا نقطة سوداء راه كنقولوا ان هاد النقاط كتعاني من التهميش، انها كتكون بلايص ديال المخدرات ديال الاجرام ديال السلاح الابيض فيها بحال شرب الماء. هادشي ما خصناش نخبيوه وخصنا نقولوه، كنقولوه باش نلقاو ليه الحل. للاسف الشديد كنسمعوا جرائم قتل ما بين الفئه والاخرى، ما نقدروش نقولوا دائما جرائم قتل، الحمد لله حنا في بلاد الامن والامان، ولكن هذا لا يمنع انه كاينين في هذه النقاط السوداء كتوقع بحال هذه الجرائم، كتكون سبب بسيط وتافه حتى كتحول انها كطيح الروح، كطيح الروح كيمشي ضحيتها شاب ربما كيكون هو المعيل ديال الاسره، ربما الاسره ديالك كتكون امله فيه بزاف ديال الامور، وهذا الشيء اللي وقع لهذا الشاب اللي توفى ثاني يوم عيد الاضحى، واللي حول فرحه العيد العائله ديالو حولها المأتم. كنقول بعدا الوالدة البركة في راسك. نمشي معاك. كيف بقيتي أمينتي؟ أنا أمينتي ما يبقى العدو، وعدو كيبقى فك في الدنيا غير ضيعوني في وليدي بنيتي، عيدين كدوا عليا بنيتي، وليدي خرج عباد الله ما تلحد بنيتي خرج خرج تا كاع عيطوا لينا تعالوا ولدكم راه مضروب، ولدكم راه مضروبة بنيتي. وليدي ثاني عيد هادشي أمينتي. ثاني عيد وليدي هو اللي هازني، وعدو وليد بنيتي عندو مرض مدمن. عنده السكارة بنيتي، إلا ما دق ليه وشوكا ما كاينش اللي دقا ليه، أنا نقسم لك بيمين ما نعرف بنيتي من البطيئة من السريعة، وقسما بالله وهاد الأذان. هو اللي مقابل وليدو مقابل شحال عندهم من عام؟ أنا قعدو 8 سنين بنيتي. الولد ديالك الله يرحمه. زيد وقيلا بنيتي في 84. زيد في 84 فاز زيد بنيتي، ورزموني بنيتي في وليدي. وكان غادي يمشي لطاليان شهر 8؟ شهر 8 مويتي بوريقة وليدي وفرحان باغي يمشي المهم. وغصبوني بنيتي في وليدي. شنو كان كيدير هنايا هو في المغرب؟ فاش كان خدام؟ هو كان متبع الحلاق. وانا غافره لوليدي وانا سامحه لوليدي، انا سامحه ليه ويتي كما الحليب اللي رضع مني ما بين سنانو البنيه، ولا سمحه ويتي اللي داو ليا وليدي، ولا سمحه ليهم تنغدى امام الله ونتقابلوا بنيتي. المهم هو تهلاي في صحيحتك وتهلاو في هذاك الوليد، هو اللي بقى لك بعدا خلى لك الريحه ديالو. خلى لي وليدي. خلى لك الحمد لله في شمي الريحه. يا خويا ضيعوني في وليدي، غادي يكبر المهم ويحتاج. وهذه سنة الحياة، ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كتب لي الله. غادي نشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي الشاهد الوحيد على هذه الجريمة البشعة، جريمة القتل. هاد الفيديوهات حنا دائما كنديروهم ماشي فقط للفرجة، حنا بغينا نديروهم للعبرة، وتنوجهوا نداء لهاد الشباب، هاد الشباب اللي المخدرات حسات ليه المخ والعقل ديالو، هاد الشباب اللي ولا واحد جوج كيستعمل السلاح الأبيض. ودائما كنوجه نداء للمسؤولين، الناس اللي كيبيعوا الأسلحة البيضاء واللي كيصنعوها وكيبيعوها لهاد الشباب خاصهم عقوبة أكثر ممن يستعملوها، حيت بركة علينا، بركة علينا، شبابنا راه ضاع. بغينا نشوفوا واحد الشباب اللي هو خدام واللي هو واعي واللي هو كينفع البلاد ديالو، ما بقيناش بغينا نشوفوا شبابنا شي في الروضة شي في الحبس. راه هذاك اللي قتل حتى هو راه حياته تدمرات، راه دمر عائلته هويا، راه يقدر يفيق أمينتي يقول لك شنو درت. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. نشوفوا. السلام عليكم خالد. وعليكم السلام. شنو وقع بالضبط؟ الشيء اللي وقع هو انني انا والدري صديق ديالي زوير بحال خويا. زوير الله يرحمه. الله يرحمه. فهد السعيد. كنا ناشطين ما نكذبش عليك. ناقص الدري زوير. الله يغفر لنا جميعا. قال لي خويا خالد جاني الصاد غادي نهود معايا حدا الطراموي نجيبو شي دوره. قلت لي يلاه. هودنا قربنا حدا الطراموي قلنا نجيبو هذيك الدوره وغادي نهودو. سلمنا على واحد السيد كان عاس واحد الدري حداه. سلام سلام. شفناهم درنا مع الدورة وكان حدا واحد الدري كنعرفو سينا سلام سلام سلمنا عليهم يلا فتناهم مكيناش 300 متر دار ورا الطونوبيل بغا يريح الشعر شي كارو كنتفاجأ أنا واحد وراه هاز ميكا كيتشمكر كتعرفوه؟ عرفتو ولكن أنا ما عنديش بيه شي معرفة يعني معروف ولد سيكتور أنا عرفتو حيت ولد المنطقة ولد المنطقة بدا كيتناقر معاه
ما ديك اللي كيتناقر مع بنويا مشادين. علاش تناقروا؟ واش بصح السبب هو شي تليفون قبل؟ شي تليفون؟ لا هو التليفون ديالي انا شادو في يدي. ايه. وهو شاد تليفونه في يده. 100% بان ليه تليفون بغا يديه ليه. حيت الاخر فاقد الواي. حنا ناشطين عارفين شنو نديرو. شويه بان ليه مشاد معاه انا جيت من وراه شديته من القب ديالو. جريت هذاك الدري. ما الجر اللي جريتو ما عرفتش راسي كيفاش تخطفت انايا بداو كيخلطوا فيا باليدين وما كانوا بزاف. ما قدرش نسوا ديك الساعة ما كانوش باينين بزاف حتى تشديتو مع السيد ضربت في عيني انايا ما بقيتش كنشوف لا هاد بزاف ما كانوش باينين في اللحظة كان بوحدو الساعة اللي جريتو انا من القب ديالو ضاروا بينا بزاف ما بقيتش عارف راسي انا مع من ضارب ومع من واقف وطحت الارض جبدوا لي التليفون من جيبي بقاو كيشتفوا عليا شي كيضرب بالزراوات كله باش كيضرب جا واحد السيد ولا ما عاد جوج انا مشومش الشاب عيني مشومش عرفوني قالوا لي نوضه مسخوطه هادو راه غادي يقتلوك هما اللي هربوني وزهير فين كان ديك اللحظه؟ ديك اللحظه انا مشومش كان كياكل توا العصا ولا شنو؟ جارينو هما دابا بحال تقسموا هادوك الناس شي كيسلخ فيك انت شي كيسلخ فيه انا شي كيضرب فيه هو ملي منعوني دوك الناس جيت درت بحالاتي اول واحد سولت عليه في الدرب سولت على زهير كيما زهير قال لي زهير يلاه كان هنا كيشوف في وجهه في الموطور ديك اللحظه انا ما عاودتش رجعت زهير قالوا لي راه عاود رجع دار من اللور راه رجع عاود عندهم تما فين وقعت الواقعه هادشي اللي كاين اختي شنو الواقعه شنو وقع لي شنو قالوا لك باش ضربوه انا قالوا لي شي واحد دفعوه قال شي عاوتاني شي كيقول لك ضربوه حيت هما اصلا جايين مسلحين يعني ناويين يعني شتيهم هازين الزراوط هازين الاسلحه البيضاء من الحجم الكبير مشوش اشنو شفتي انت الاول اللي شفت حد يشد الدري هاز ميكا مضارب مع زهير لا هذوك اللي ضربوك شنو كانوا هازين كنقول لك انا ما مستوعبش ضربت العين يعني ما شفتيش قلتي الزراوط وقلتي ما كنشوفش الشيء اللي كيضرب فيا حتى واحد ما كيبان لي ولكن قلتي الزراوات وما شنو قلتي ما عرفتش انا شنو اللي كيضربني واش حجر بطيات غير داكشي اللي انت شي حاجه قاصحه شي حاجه قاصحه كتضربني ضلوعي كهرسهم ليا فخاضي ركبتي كلشي ما خلاوش فيا العظم الصحيح الناس اللي الله يجازيهم بخير هما اللي ما جيتيش سولتي على زهير في دارهم ديك الساعه لا ما قدرتيش تجي عند ما قدرتيش تجي عند العائله ديالو تقول لهم راه زهير مضارب او لا اجي وتشوفوا لا انا جيت سولت اول واحد حيت حنا عندهم دار زهير كاين الدار لهي وكاين الدار هنايا حنا كنا ملاقين ليه ملي جيت انا درت هذا الاساس اول واحد سولت عليه هو زهير قال لي مالك قلت ليه ما كنشوفش بعيني قال لي زهير يلاه كان هنايا هذيك الساعه ملي قال لي يلاه كاين هنايا زهير غفلني دار مع الدور انا ما شفتوش هادشي مهمتي انت ما مسقتوش ليه الخبر لا بنيتي ما سقتش مهمتي في الدار لا كنا مهمتي نتسناو فيه تيدخل لي جيت عشا وهذيك الليله عندي بنياتي يجيو عندي مهمتيني تنسنى فيه مهمتي تعيطوا لي في التليفون خلاصك شاد الشيء كاع راه نايض راه الدار بورا لا مهمتي ما ساقين والو الخبر الكبيضه كون ساقين الخبر مهمتي غادي اي واحد يمشي يجري يفك ولدو ولا بنيتي ما غنخليش ولدي انا يتحموا عليه ولا ما عندكش الولاد وخا طلب الجيران البنيه ولا يفكوا يعني انت كان عليك على الاقل تعلم غير العائله ديالو اختي انا راه كنت بحال لا يرسل راه كنت غادي نودع انا توصي شي واحد تقول ليه راه مثلا زهير راه مضارب راه سيرو قلبوا عليه راه كياكلوا العصا راني قلت للعساس انا ما عنديش باش غادي نطلع حتى لدارنا ما عنديش رجلين ما عندي حتى شي صافي من تما ما بقيتش شتي زهير من تما ما بقيتش شتي زهير لحد الان انا يلاه خرجت من دارنا هاد الناس هادو راه كيفاش تسقتي لي الخبر ان توفى انت عرفتيها انا طلع واحد السيد ولد عمي كيعس هنايا راه كيعرف على الصديق ديالو حتى هو طلع للدار قال لهم ودي راه زهير الله يرحمه هادي هي فين انا قالوا لي الدار راه زهير رمات الله يرحمه صافي انت تعرف ان هذيك الواقعه هي السبب هذاك الشيء اللي كاين وهاد الناس شنو الخلاصه اللي شنو الخلاصه اللي استنتجتيها من هاد الشيء شتي الخلاصه اللي استنتجت انا هو هاد الشيء مكتوب انا هاد السيد كان غادي للغربه راه بحال خويا راه هنايا راه نفس السيناريو انا ما كنتش عايش هنا عايش في الداخله وعندي سيمانه جاي نعيد مع امي وبا وغادي نرجع عندي الباسبور انا ما كنحيدوش من جيبي ها هو عندي سيمانه وغادي شنو العبره اللي استنتجتيها من هذا الشيء اللي استنتجت اختي هو بنادم يبعد من هاد الطريق الشراب ما خداماش الخمر هو ام الخبائث حتى هو كيسخن الراس شويه هاد البيئه هادي اختي واخا ما تكوني دايره والو فيها الناس حكاره كاينين عصابات هنا مدرقين ما معروفينش وشي كيضرق على شي صراحه هادشي اللي كاين وبنادم يتبع طريق الله
والله يدير الشتا ولدي الخير. الله يرحم زهير. الله يرحمه في هذا النهار. الله يرحمه السعيد. راه خونا كاع طعنا فيه. إذا حتى شي واحد ما حضر زهير الوقت اللي وقعت الجريمة باش ضربوا هاد الناس، واش لاحوه واش ضربوه براسو بشي حديدة واش حتى شي واحد ما حاضر شخصيا أنا ديك الساعة ملي تضربوا وأنا في الدار. عرفت الطفل تلتحق بينا خويا تجي عندنا؟ ها؟ ما باغيش تهضر أنت في هاد الشيء حضرتي شنو وقع من بعد. ياك. اذا هذا هما هذا الشيء اللي عرفتي نتايا ما حضرت حتى شي واحد الوقت اللي تقتل زهير والو ما كان حتى واحد انا ديك الساعه مضروب انا في الدار كاين الكاميرات المهم سي كاين الكاميرا شفتي غير مني طاح ما شفتيش شكون اللي كان معاه شكون ضربوه باش ضربوه تقدر تجي عندنا خويا نسولوك شكرا خالد السلام عليكم بركه في راسكم بعدا شنو صله القرابه بينك وبين زهير صديق ديالي بحال خويا اللي ما ولدتوش ليا امه شنو كتعرف على زهير؟ كنعرف ليه راجل مزيان دري بخير ما عزيزش عليه المشاكل كيتضارب ولا لا بعيد من المشاكل بعيد من الصداع بعيد من كل شيء ما عنده لا مع مشاكل لا مع صداع شنو وقع لزهير؟ زهير هذاك النهار انا ما عرفتش شنو وقع ليه كان معانا في الصباح بخير وعلى خير جا للدار هو موالف كيجي يتغدى وكيجي عندنا مورا الغدا مع ديك الخمسه كيجي مع الخمسه تلاقيش به صيفط ليا ميساج قال لي فين كان في الدار ملي خرج لقيتو مريح مع الدري عساس والدرب قلت له فين قال لي انا يلاه فايق وقلت لي تبقى هنا شويه كنت انا نطلع للدار شويه نشوف الساعه باقي ما تلاقاش هو بخالد باقي ما تلاقاش بخالد اها قلت لي انا واحد شويه غنتلاقى معاك انا نطلع نشوف الوالده شويه ونهود عندك انا من هبطت ما بقيتش لقيتو مع 12 الليل بارك انا حدا الدار ديال الكرسي حتى قالوا لي راه وزهير راه شي وحدين تما لتحت كانوا جايين تلقاو لهم بداو كيضربوا معاهم ضربوهم حنا ملي هبطنا ما لقينا لا هذا لا لا زهير لا زهير مضروب هذيك الساعه وهذا هو مضروب يعني باقي زهير حي هذيك الساعه ربما انا ديك الساعه ما شوش طايح قدامي ولا شي حاجه هذا الشيء اللي كاين ورغم من هادشي هذوك الناس اللي تعداو على ديك السيد ماشي واحد ولا جوج راه هما بزاف هما بزاف هذا هو هو ما جاش باغي يضرب وهذا الدرب ديالنا الا كان جا ما خاصش واحد يتلقى ليه حتى هو الدرب ما خاصكش تلقى الناس معروفين معروفين راه هما معروفين معروفين شكون هما واحد راه تشد وخرين راه صحابو يعني هادو كانوا معاه كانوا مشاركين معاه في هذه الجريمه اللي وقعت ما ضربوش واحد ولا جوج راه هو قال لك شحال من واحد ضربوه هو بقى يضرب قال لك ما بقيتش عاقل الاخر هو مضروب ما عاقلش هذا جا واحد مشى للدار يعني نقدروا نقولوا ان زهير مات بسبب ذوك القوه الضرب اللي تضرب بالضرب اللي ضربوا هذوك المره الاولى باش شدوا هذوك يضربوا فيهم هذاك الضرب اللي كلا هو اللي قتلو ماشي قتلاتو شي حاجه حيت هو قال لك ناض من بعد شافوا العساس ناض ومن وراها غيطيح تما وقيله من وراها فاش كان فاش غير وخطا كيكون الدم ديال الانسان جا يعني دابا هو مضروب هاز الضربه هو ملي جا راه هبط عندهم دخلوا الدار يقدروا يقولوا انه هجمت عليه عصابه وانه ضرب مفضي للموت بقى في الحال علاش هادو انا في دربنا وتعديتو عليا على حسب الحكره واه وانا جاي ملي مشى تما باش يدافع على راسو هو طاح يعني ماشي طيحه غادي تقتلو وراه هاز الضربه طاح بالحر ديال داك الضرب اللي بالحر ديال الضربه ضرب المفضي الى الموت هذاك الضرب هو اللي قتلو قالوا لي الدري كان بارك ملي غول شويه برق قفازي وشد راسو نوض اللي ناض جرو الدري بغى يدور عنده يقول ليه بصحتك طاح هو قال لي خرج الساعه هذوك مشاو بحالهم هذوك مشاو بقى واحد كيدور تما بقينا كنهضروا معاه ملي جابوا الدراري باش يمشي للسبيطار ياك جابوا الدراري مشى للسبيطار انا ملي جيت قلت لهم زهير فين هو قال لي داو السبيطار بقيتش مريح كنهضر مع واحد السيد في التليفون هبط واحد الدري خو ضابط بلا ما نقولوا السميه ديالو هود قال لي زهير ما فراسك والو قلت لي راه فراسي راه كان مصادم مع شي وحدين وقع راه في السبيطار قال لي لا راه ماش قلت له ما تكذبش عليا صاحبي تاش من انا يلاه شو دابا وتقول لي ماش انا ملي هو تاع العساس اللي تاع انت ملي شتيه كيفاش كانت الحاله ديالو انا شو الحاله ديالو انا واكل العصا ما قال لك حتى كلمه انا ما حدو قال لي انا قلت له اجي ريح معايا ملي هو غادي قلت له اجي ريح معايا قال لي تصبح على خير ما موالفش كيقول لي تصبح على خير انا دابا عندي بروغرام مع هو العشرة كيجي هنا لدارهم ما يفوتش العشرة هذاك النهار بانت لي في المكان 12 قلت لي زهير 12 في غادي ما دواش معايا قال لي تصبح على خير الساعه واكل العصا مسكين اه هو راه مضاربين وباش قال لي يلاه معايا ما قالش لي يلاه معايا بان لك انه متاثر بالضربه بان لك في شي اثار ما 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 موالف كيضحك معايا كيدوز كيضحك ما ضحك ما هو مغوبش يعني باينه فيه هاز الضربه وحاس براسو راه مقصح لا 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 محمد رسول الله ربما كون مشى للسبيطار قبل كان يعتق راسو مهمتي شنو بغيتي مهمتي شنو كطالبي المهم كنطالب مهمتي
هادو اللي داروا لولدي بحال هكايا بغيتهم يتشدوا. كاين الكاميرات ديال المراقبه شدات هاد كاينين كاينين يعني هاد الكاميرات ديال المراقبه فيهم شحال ديال الناس تعداو على 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 زهير. راه كاينين المراقبه كاميرات المراقبه عاد العساس سمعنيش العساس ديال زهير وشوفي البنيه والحديده تهزت مع هاد العساس باش تضرب ولدي تهزت من عنده داك زهير وهو اللي فراسو العجينه وما شهدش بالحق ما شهدش بالحق ولدي تضرب. المهم شكون اللي قالها لك؟ الناس يقولوا لا ما نديوش على هضره الناس. الناس راه كاين اللي كيدوي كاين اللي ما حاضرش وكيقول اه مرحبا مرحبا معليش. السلام عليكم. السلام عليكم اختي احتراماتي. الله يبارك فيك اختي البركه في راسكم. ما مشى معاك باس سمعيني اختي. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين غتاخذ لينا حقنا في ذاك الدري يا اختي. الله يرحم الوالدين راه مات لينا خونا ورزاونا اختي. انا كنت غاده عارضه وتحركت لي الطوموبيل في لوطوروت. انا غنصيفط لكم تصاوروا تشوفوهم وتشوفوهم اختي. هادشي راه ضون تما واش عباد الله ما بقى لي خرج ما بقى لي درج. رزاونا اختي في خونا رزاونا. واش انت اللي كان غيجي عندك للطاليان؟ انت اللي كان غيجي عندك؟ هو اللي كان جاي عندي اختي. هو اللي كان جاي عندي اختي. رزاوني في خويا اختي رزاوني في خويا اختي. ديروا لينا ديروا تاوين اختي. التشارك ما بقاش عباد الله يخرجوا فيها عباد الله. واش عباد الله هاد العصابه راه ضاع علينا خونا راه شوان خونا على قلبنا اختي. راه خلى وليدو اختي. شوفي وليدو اختي واش هادشي في الكفر بالله عباد الله. هادشي ما غاديش يتقى لا حول ولا قوه. ها هي المهمات ديالك. هاي المهم انت صافي بنتي كي بقيتي امي. اختي راه امي كانت غتموت لينا البارح اختي. امي راه كانت اختي جاها لي فارطي البارح رقد عليها نصها امي. اختي انا مزوقه فيكم الا بينو الحق يا خويا. انا مزوقه فيكم الزواج بالله سبحانه وتعالى. بينو خويا حق وبينو خويا حق. انا مزوقه فيكم ومزوقه في الدار ديال تحت رجليكم الا بينو الحق. اش اختي حاشا الله يصبرك اختي. الله يصبرك الله يصبرك. واش كنت انا كطيح روحها عباد الله؟ واش عباد الله حنا غنبيعوا ديك الدار من تما باش يلاه نرتاحوا؟ عباد الله اختي ديروا حل. انا مزوقه فيكم الا ما خذوا الخور يا حقكم. انا مزوقه فيكم. الله يصبرك يا حبيبتي الله يصبرك البركه في راسكم. ما مشى معاك اختي ما مشى معاك. اذا المهم انت قبل ما نختموا شنو كطالبي انت يا انا قلت لك حاجه وحده ما تصنتيش لهضره الناس. كاين بنادم اللي كيبقى داوي انا مهمتي هز الحديده من عند العساس ما هزش الحديده. كاينين كاميرات غتبين هذا الشيء كله ومازال البحث غيكون مازال البحث. هذاك فاطمه بنيتي هذاك الشيء هو اللي بغيت انا. دابا تيقول شي طاح شي ضربوه وان الكاميرات اللي غادي يبردوا لي القلب ديالي. تمام غتعرفي ولدك باش مات. لا طاح طيحه مرحبا عطيت سي ضربي. كان مضروب هي خذوا لي حق. إذا الحدود السابقة مع الناس هاد الجريمة واش جريمة قتل واش ضرب مفضي إلى القتل واش هاد السيد داخ وطاح على شي حاجة لحدود الساعة. هادشي غادي يبينوا لنا الطب ديال التشريح إن شاء الله. وأي واحد كان سبب الوفاة ديال الإبن ديالك غادي ياخذ الجزاء ديالو. والله يصبرك. المهم هادشي اللي غادي نقولوا لك الله يصبرك ويطول عمركم. الله يصبرك أحبيبتي وتهلا في راسك تهلا في راسك. مشاهدي قناة شوف تيفي غنختموا معكم هذا المباشر لحدود الساعة. باقي اللغز ديال هذه الحادثة اللي لحدود الساعة بطبيعة الحال رجال الأمن مشكورين كيقوموا بالأبحاث ديالهم. هما غيكونوا أدرى وغيكونوا عارفين وغيتبعوا الخطوط ديال هذه القضية منذ البداية إلى النهاية. غيشوفوا إمتى تضرب زهير وفين تضرب زهير وعلاش طاح واش فعلا كان شي يعني حديدة اللي ضرباتو لراسو. هذا الشيء كله غيعرفوه رجال الأمن وحنا عندنا فيهم الثقة لكبير الجنات اللي عندهم يد من قريب أو من بعيد في وفاة هذا الشاب زهير اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى أنه يغفر ليه ويرحمه والله يهدي جميع الوليدات. هادشي كنطلبوا الصبر والصلوه لهاد المهمه. الله يصبرها وتهلاو في داك الوليد. هذا هو المهم. الى لقاء مشاهدي قناه شوف تيفي في مباشر اخر باذن الله.